أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحية الأبراج. دائما البداية من الحمل حتى الحوت. اليوم الحمل راح نكون طبعا بنوازل وبتوقعات تختلف، كون أنه العام 22 راح يكون حافل ومتنوع ويحمل أخبار إيجابية وجميلة لكل الأبراج. الحمل اليوم راح نتحدث عن فترة جدا ممتازة من الجانب المهني، وربما تكون العشريات الثلاثة لكن مو كلها متفقة. عليك الالتزام الحذر في بعض الأحيان حتى ما تقع في الخطأ، وخصوصا أن هنالك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك. والعاطفة ما تتسرع في إطلاق الأحكام، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن وجودك الخاص منظر المشاكل والتجاذبات السلبية في حياة الآخرين. والصح اليوم نقاط ضعفك طبعا راح تكون صحية الرأس والأسنان والحساسية، اللي غالبا ما يكون طبعا مصدرها التوتر والعصبية اللي بدت ربما تترك آثارها عليك. مولود الثور من الجانب المهني تعيش يوم مثمر جدا، تحاول فيها الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معينة أو بدء مشروع. والعاطفة تتفق مع الشريك على عدة أمور وما تتركها أو أي خلاف راح يتفاقم حتى ما تقع في المحظور. وننتقل إلى الصح اليوم. خلال هذا اليوم ممكن أنه تشعر بالكسل الناتج من نقص في المناعة اللي يؤدي إلى انخفاض طبعا جدا واضح في نشاطك. ومولود الجوزاء من الجانب المهني تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو ما يكون من دون شك أنه محل تقدير واحترام لكل من حولك. أيضا العاطفة اليوم أنت تحاول طبعا تأجيج المواجهة مع الشريك، ربما تكون الأمور راح تتفاقم أو تزداد تعقيدا، وعندما يصبح ترميم العلاقة ممكن هنا أنه تبدي بداية جدا إيجابية. لكن ينصحك الفلك بالتروي وترك الأعصاب والتذمر. الصحة لابد أحيانا من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، سيما أنه أنت اليوم يتفاقم الوضع الصحي معك. وننتقل إلى السرطان من الجانب المهني. إذا واجهت نفسك متعب عليك أنه تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجب عليك. العاطفة عليك أنه تكون أكثر وضوح مع الشريك وتعبر إلى عن حقيقة مشاعرك الرومانسية باتجاهها. هذا يتطلب بعض الجرأة وطبعا المواظبة أكثر لحتى تقدم ما عندك. والصح اليوم من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات ربما تكون رئوية معوية حساسة في الأطراف وتشنجات، فانتبه أيها المولود من بعض المثلثات الخطرة باتجاهك. الأسد اليوم الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة من جانب المهني، وهي ما تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاق لم تكن تتوقعها، وخصوصا في إطار العمل. وأيضا إذا تحدثنا طبعا عن العاطفة اليوم، تحاول أنه يكون استعدادك للدفاع عن الشريك هي حتى نهاية يشكل لك علاقة فارقة فيه وعلامة في حياتك، ربما يعزز موقعك عنده. والصحة ممارسة الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والتشنجات الصحية، وليست الرياضة فقط بل الحركة بصورة عامة. ننتقل إلى مولود العذراء من الجانب المهني. أجواء العمل الجيدة ضرورية بهدف طبعا التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. والعاطفة عليك أنه ما تقيس على الشريك وتكون أكثر مرونة وتطورات كثيرة في العلاقة، وهذا طبعا راح يكون في مصلحتك دائما أنتم الاثنين. ننتقل إلى الصحة. أهم الأمور هي تهتم بصحتك بشكل أفضل. طبعا الأمور السيئة اليوم وصلت إلى وضع جدا متعب، حاول أنه تنتبه أكثر أيها المولود. والميزان من الجانب المهني بعض التراجع المعنوي، وربما هنالك أمور قد يتعرض لها هذا المولود هي كلها بين إيدك. العاطفة ما تجد نفسك في موقف حرج، وربما تتفاقم مع ظروف صعبة وما تتنازل عن حق لك. والصحة حادث ربما هناك أسباب، ربما تكون أضرار خفيفة لكن تنتبه أيها المولود. والعقرب اليوم يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ما تتركها ليوم آخر، هذا اليوم قد يكون الأفضل. عاطفة حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن ما تجعل الروتين يدخلكم في الملل، وهذا مو بمصلحتكم. طبعا الصحة ابذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان. وننتقل إلى مولود القوس من الجانب المهني. أنت اليوم مدعو إلى تنظيم الطاقة وربما تحديد الأولويات لألا تقع ضحية التأخير أو التقصير.
والعاطفة اليوم تقوم ببعض التنازلات اللي تعني العلاقة ومستقبلها، ويطلب من عندك طبعا الوضوح ووضع الليونة والمحاولات المتكررة. طبعا إذا أنت دعت إليك الحاجة حاول أن تكون شوي أحدي، والصحة مزاجك المتقلب والاختلاطات اليوم هي شوية الضر بصحتك. مولود الجدي من الجانب المهني تستعيد الأمل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة أمامك، ولا بد من أن تلاقي مساعدة ونتيجة مرضية ومثمرة جدا. أما العاطفة قد تكون ربما غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكن المجال ما زال متاح لتلافي الأسوأ. ننتقل إلى الصحة اليوم. الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام طبعا بنشاط رياضي، ممارسة السباحة على الأقل أو التأمل، لأنه أصبحت متشائم مؤخرا أيها المولود. يلا ننتقل إلى مولود الدلو اللي اليوم أنت تكون بحاجة، أو ربما أحد الزملاء يكون قد خدعك، أو ربما تكون دخلت في شيء من المزاجية، أو أنت متقلب المزاج وتعتقد أن هنالك خدعة ما تمارس عليك. ابتعد عن الاستخفافات من الجانب العاطفي في التعامل مع الشريك، وكون أكثر عمقا معه، هذا راح يقيكم أكثر من الخلافات. ولكن الصحة وضعك الصحي جيد، لأنك تتبع نظام متوازي يوفر لك الاستقرار والراحة. أما مولود الحوت من الجانب المهني يناسبك تكثيف الاتصالات والمثابرة حين يكون الظروف أكثر سهولة وتعاطف معك. أكيد العاطفة تكون اليوم عاشق بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك، ولكن العاطفة تشعر ببعض التعب في المعدة بسبب كثرة الإرهاق وإثارة الأعصاب أو العصبية. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى القسم الآخر من فقرتي الصباحية، واللي راح تكون طبعا هي اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية معنا. أول اتصال هاتفي. ألو. ألو، صباح الخير. ألو. ألو، صباح الخير. ألو. ألو، آخر معانا. ألو. ألو، صباح الخير. ألو، مرحبا، تفضلوا. صباح العافية ومية هلا حبيبة قلب الغالية. منو معانا؟ منو؟ عفوا، شمس. هند. هند، طفي سبيكر التليفون واسمعينا من الهاتف من السماعة حتى نسمعك واضح. هنودة، يعني حبايبي، كل حبايبي اللي حاول انه يتصل معانا يغلق سماعة الهاتف ويسمعنا من الهاتف احسن، واللي يكون قريب على التلفاز خلي شوية يبتعد عن التلفزيون ويسمعنا اكثر وضوح من السماعة يكون افضل. يلا عندنا الو اخر ايضا. الو. الو. الو، صباح الخير. عليكم. عليكم السلام والاكرام. يا مرحبا حبيبتي. انا اسمي فردوس، اذا ذكريني. عفوا، ايش اسمك؟ اسمي فردوس. فردوس، من وين يا فردوس؟ أنا من كركوك. حي الله أهل كركوك. تسلمي حبيبتي، بس أريد تشوفين مواليدي. طيب. أنا برج الجدي 16/1. أها، أنت 16/1 متأكدة؟ إي. طيب، 16/1، تمام. تمام، مولود الجدي، شنو حابة تعرفين؟ أنا كنت هنا قبل فترة كنت حاكيت لك، أكو شخص يقدم لي ويريدني، أهلي ورافضين. هو مواليد 22/6 السرطان. اها، اي تمام. وهسه يعني شو صار مشاكل بيناتنا، وخبرتك همينه، قلت لك على الموضوع همينه حكيت فيه. وهسه شوف بعد قبل فتره رجع لي ويبكي، ويعني ويعني هواي اشياء قالها وما ادري شلون. وهسه يعني سبحان الله، يعني اكو مشاكل هواي بيناتنا، بس من نبتعد على بعضنا واحد يريد الثاني، من نقترب من بعضنا يعني ماكو توافق ابد بيناتنا، وهاي جديد الشيء صاير بيناتنا. طيب، أتدين تعرفين هل أكو توافق بين هذه الأبراج؟ لا، أنا مو على التوافق، أنا أقول شنو السبب، يعني هل هاي 5 سنوات إحنا أشلي شي شي، يعني شنو الموضوع؟ شكو هو شنو يريد؟ شكو؟ طيب، خليك معايا يا فردوس ثواني، خليني أقسم لك الحالة بأقل من دقيقة وراح نعرف. برج السرطان. أوكي، شوفي، لمواليد برج السرطان اللي يناسبهم العقرب والحوت،
اوكي. انت الجدي راح يكون يناسبك الثور والعذراء. لا انا بين احنا سنين. اي تمام راح اقول لك ليش، بما انه هي اللي تتوافق او تقدر تقطع اشواط او ربما تتحمل مزاجيه الاخر، يعني واحد ممكن يتحمل مزاجيه الاخر. وطبعا بما انه ما في توافق بين البرجين، هذا هو السبب اللي يخليكم انه انتم تبتعدون ومن بعدها ترجعون. واضح شلون؟ لكن هل 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 ممكن هذه البرجين انه يتناسبون او يكونون تحت سقف واحد، او ممكن انه يكونون جدا قراب على بعض؟ هي هاي المشكله اللي ادت الى انه تنافر بيناتكم، بس تقتربون واذا انفصلتوا راح واحد يشتاق للاخ. فواقعا الحب موجود، لكن التفاهم بسبب الطباع، هي المشكله في عدم توافق الافكار او اقترابها من عندكم، رغم انه انتم قاطعين مسافه وربما فتره جدا كبيره وطويله، لكن مع هذا لما نجي نقيس على انه شنو سبب المشاكل بين هذه البرجين، هو عدم التوافق بالابراج اللي هي تناسبها فقط. مثلا نحن تحدثنا عن انه الحوت والعقرب وانت الثور والعذراء، وهذا ما سبب الخلاف فيما بيناتكم. تمام؟ احنا همنا اهلنا وايد داخلوا بهاي الموضوع، هسه يعني يصير هاي الموضوع ما يصير، هو شنو ناوي وياي؟ اها شوفي ها خابرتك قبل فتره قلت بتعد وقال ما اريدك وما ادري شلون، وهسه رجع مره ثانيه شهرين يمكن، بس تعافني يعني عافني، رجع مره ثانيه قلت شو يعني يريد؟ هو يريدني بس ما ادري، ما جاي افتهم منه. باي شوفي هو وحده من الاثنين، اما انت تفهمين وتقدرين وضعه اكثر وتتقبلي على هذه المهاترات اللي سببت عدم توافق، او انه انتم ما راح تقبلين على انه يكون بهالطريقه. عامه هي سبب المشاكل اللي راح تكون بين الاثنين، ربما تقطع العلاقه نهائيا بيناتكم، واحيانا ربما ترمم العلاقه بسبب انت تقبلك على مدى تقبل المولود. هسه شنو يعني واحد يوقف الثاني لو شنو يعني؟ لا شوفي انا احكي لك شيء يا فردوسه. انت سالتيني شنو السبب كثره المشاكل بيناتكم؟ كثره المشاكل انه هو ما يناسبه او ما تتناسب نوع العلاقه معاك، انت وياه ما تتفاهمون، والسبب عدم توافق الابراج، هذا من جانب. الجانب الثاني انه انت لازم اذا عندك استعداد تتحملين مزاجيه هذا المولود. تمام؟ فهو الموضوع بين ايدك، انت صاحبه القرار، اما تقبلين انه يكون بهذا الشكل واما تقولين لا انا ما عندي يعني استعداد. هو يبين هو يما يعني يريدني ما يريدني. لا هو فعلا شوفي يعني كعلاقه كشيء من الحب، هو معاه شيء من الحب الك، نعم اكو شيء من الحب، لكن عدم التوافق بين الابراج هو السبب الوحيد في عدم انتظام نوع العلاقه فيما بيناتكم، فهذا هو السبب الاول يعني والرئيس. اهلي يعني هاي كم سنه ما يوافقون، يعني شنو اسوي اني؟ شنو اسوي؟ هم اكو توافق، اكو يعني يوافقون، يعني حيل تعبت اني حيل، يعني البارحه بالليل نهيت كل شيء اني. يعني فكره بالتليفون البارحه نهيت كل شيء خلص بعد. يعني ما ظل عندي تحمل ابد. طيب. من اهلي يكونوني، من هو ما يتفق وياه، يعني حيل ضجت وكل كافي. طيب. طيب انا شنو اقول؟ يا حبي يا فردوسه، الحب وحده مو كافي. تمام؟ صح. تمام؟ يعني ربما انت تنضجين في لحظه من اللحظات وتقولين انه خلص انا ما اتحمل تصرفات هذا المولود، راح تنقلب هذه المحبه الى شيء من الكراهيه، كراهيه الطباع والسلوك معك، لانه هذا هو سلوكه، هذا هو ما يقدر يتغير على مودك، وبالنتيجه انت لازم تتحملين. حلو ابد حلو طبعا. تمام. بالنتيجه ما راح تقدرين تتحملين طباع هذا المولود، فربما تقترنين به وتتحملين طباعه، لكن بعد فتره تحاولين انه تفركشين هذا الموضوع وربما الحب ينتهي. لكن شوفي السعاده اختيار، اسمعيني، الحياه الناجحه هي اختيار، انه احنا نميز بين اللي راح يضرنا ويضر علاقتنا وبين انه انا افشل في هذه العلاقه وان كان هنالك حب، لانه الحب اول وتالي إذا ما تقابل بشيء من الحب والاحترام وتقدير الذات، أنا متأكدة هذا الحب راح ينتهي. ما في شيء حب يدوم على طرف واحد، ممكن أنا أحبك وأقدرك وأنا أتحمل تصرفاتك العشوائية وأنت بالنتيجة دسيلي، تلقائيا راح يروح الحب هذا. فبالنتيجة يا حبيبتي يا فردوس، القرار إلك،
انا اشوف او تحبين انه الفلك شنو يخبرك؟ انه انت تبتعدين عن هذه العلاقه السامه، انا اسميها سامه. لانه انت الان ما قعدت تشعرين بقيمه نفسك وحبك وتقدير ذاتك امام هذا الشخص، لانه هو كله سايد بيفكت معك، كله بالعكس. كله دا يسوي تاتشات. هو يعني هو من قلبه يعني اكو فد شيء اتجاهي، يعني اكو يعني مثلا هو يريدني لو بغيرني هو يعني شو شهرين انقطع ورجع. شوفي للامانه اذا تساليني عن هل هنالك مشاعر معينه الك في داخل هذا المولود؟ اي نعم اكو مشاعر الك. يعني قصدي يعني بزيني لو مو بزيني، شو احس يعني ما ادري شنو يعني اذا هو يريدني. ما في اسمعيني ما في شيء اسمه زين ومو زين، يعني هو الحب ترى واضح، التقرير باتجاه الاخرين واضح. انا لما احبها مو حلوه يعني انا لما اتعلم على اغلاط. أوكي. انا لما احبها الفردوس من اتصل عليها شو اقول لها؟ شلونك فردوس؟ شو اخبارك حبيبتي؟ انا مشتاقه لك، اخبارك، اوضاعك، امورك؟ ما ممكن انا اجي اتهزم على فردوس واسمعها كلام مسموم، بمعنى انه هذه هي علاقه مسمومه. فانا اتمنى من عندك يا حبيبتي يا فردوس، وان كان هنالك حب لك او اسمع عشره، لان 5 سنوات بصراحه هي عشره وتطبيع، فهذا الشخص ربما ما استطاع ينساك بفعل تصرفاتك الحلوه واحتوائك له. بالمثل حاول انه يجرب كل الابراج وكل الصفات، ومن بعدها انت الانسانه الوحيده اللي تتحمل مزاجيته وتصرفاته وخلقه السيء ربما، تمام؟ فانت الانسانه الوحيده اللي استطعتي ان تحتويه، فبالنتيجه رجع عليك بهذه الاخلاق وبهذه الطبيعه اللي اساسا ما تصلح ان يكون ربما تبادل مع اثنين او علاقه ناجحه. باختصار شديد هذه علاقه سامه، انا اتمنى منك تكونين شجاعه وتغلقين كل الطرق اللي تؤدي الها واللي تاذي نفسيتك وتاذي ايضا اهلك. اهلك لهم حق عليك على فكره، لانهم والناس اللي حبوك والناس اللي شايفينك الشيء الاصلح والافضل، ما قالوا لا الا لانه هم شايفينك انه هذا مو هذا اللي يتمنوه الك. ونحن كنا بشر، ما في شيء ناس احسن من ناس ولا في احد افضل من احسن، لكن في علاقات انجح وانسب لبناتهم. يعني ترى حتى حرام يعني كل بناتنا وحبايبي اللي يتابعوني ويسمعوني، ترى الاهل نعمه، صدقوني كل الأهل يحبون نبيهم. واحدة من الناس اللي أتمنى لأولادي أحسن النصيب وأحسن الشركاء في حياتهم، فما يخالف لا تشوفون الدنيا بعينكم أنتو، شوف الدنيا بعين أهلكم، لأن ماكو أحن وأحسن من الأم والأب ونظرتهم للشريك اللي يناسب أولادهم أو بناتهم. فهذه علاقة مسمومة يا حبيبتي يا فردوس، أنا أتمنى من عندك أنه تتركين هذا الموضوع في اللي يتمناك وأحسن وتعيشين حياة سعيدة وتنسين هذا الموضوع، لأنه إذا ما نسيتي الآن وما حاولتي تتخلين عنه أنا متأكدة هناك يكون انفصال ويكون الندم بعدين. يلا اتصالات في آخر. ألو ألو صباح العافية. ألو صباح الخير. صباح العافية مية هلا. وياك مريم من البصرة. مريم صباح العافية، شلونك؟ الحمد لله. شلونهم اهل البصره؟ والله الحمد لله. يا رب يدوموا بخير وسلامه وعام سعيد عليكم. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير مريومه. اول مره تتصلينا؟ اي والله اول مره. يلا ان شاء الله ما تكون اخر مره مريم. شكرا. يلا تفضلي مريم، شلون اساعدك؟ مواليد 99. شهر الثالث يوم 9. نقول 9/3؟ اي 9/3. تمام، مولود الحوت، زحل حاكم البرج والطبع مائي، تمام. المنو؟ منو بالضبط؟ منو اسمه؟ المنو يعني قراءة البرج هذا؟ مريم من البصرة. مريم ايش اسم امها؟ كريمة. بنت كريمة، تمام. ساعة الولادة كم يا مريم؟ يعني لو سنتين ساعة بالسنتين، لو بثلاثة. ظهرا ولا مساء؟ لا ظهرا. يلا ظهرا، حي الله يوم الغالية، تفضلي. يلا مريم شنو راح تسألينا؟ أنا عارف يعني عن الصحة وعلى الزواج. طيب الصحة نقول؟ والنصيب؟ والنصيب تمام. طيب مريم هو أنتِ؟ إيه أنتِ مريم. يلا خلينا نسولف يا مريومة عن مولودة. اي حبيبتي هل سمعت من التلفزيون؟ اي تقدرين ممكن سارة من عيوني دلدي. يلا شكرا حبيبتي، حافظك الله واهلا وسهلا بك. يلا اني بديت يمكن مشاهدينا ومتابعينا ومن ضمنهم مريم لـ3 عشريات اللي احنا نتحدث عنهم.
بديت ب 22 بنوازل جدا حلوه، وكان المشتري والشمس بالحوت، اي ثلاث ابراج دعمتها بدايه الفلك وبدايه السنه بقوه، وتتصدر بدايه السنه الثلاث مواليد اللي هم مولود الحوت والعقرب والسرطان. هذه المواليد دخلت السنه بامتياز، وخصوصا مولود العقرب اللي اول ساعه دخل بعام 22 هو ماسك النجاح بايده وماسك الشيء اللي سعى له من سنين. وانا متاكده اكو عشريات من العقرب هسه تتابعنا ومتاكده. اضف الى ذلك مولود الحوت ومن ضمنهم الاخت مريم اللي تسال عن هذه السنه شلون راح تكون لمواليد الحوت عن النصيب والصحه. طبعا نحن نخص ثلاث عشريات من ضمنهم مريم، ثلاث عشريات اللي تتحدث عن الصحه اللي كانوا لا سامح الله استئصلوا اشياء من الجسم، وكانت هناك حالات متاخره للصحه هي تكون افضل. يعني من الجانب الصحي هذه السنه جدا ممتازه. ليش؟ بفعل بعض الافلاك اللي تصدرت بدايه السنه وعملت تثليثات جدا حلوه مع مولود الحوت. فيما يخص الدراسه لاصحاب الدراسات مواليد الحوت هذه السنه تسجل نجاحات تعبر فوق يعني شوفي نحن نقول 99 مثلا او نقول 100% راح توصل 97. ليش؟ بفعل احدى الافلاك اللي علمت على الارقام، طبعا رقم 6 ورقم 2 هم المهيمنين هذه السنه، ورقم الحظ اللي راح يخص طبعا الابراج المائيه اللي هم السرطان والعقرب والحوت اللي هم 2 6. فهذه المضاعفات اللي هي 2 نوصل 2 4 6، طبعا حتى الاربعه خلي تكون هي بشاره خير وتكون هو الشيء الافضل اللي يدعم الابراج المائيه بصوره عامه. مولود الحوت هذه السنه من المواليد اللي راح احنا شنو نسميها يمسك الحظ بايده هيك. يعني بمعنى من بداية السنة إلى شهر شباط شهر الثالث أنا أتمنى من كل المواليد اللي معاه ورقة واللي معاه ترفيع واللي معاه شيء إيجابي واللي معاه علاقة مقطوعة عودة واللي معاه قران زواج أيضا، يعني حياة جدا إيجابية وجميلة، واللي معاه نفقات أو أشياء من هالقبيل ممكن أنه يحلها في هذه السنة. أيضا للأشخاص اللي مسجونين أو اللي معاهم أحكام أو اللي ناطر حكم أو اللي ناطر كلمة أو من أرباب أو أصحاب الأقلام وغيرها من الأمور، لمواليد سنة الحوت هذه السنة سنة جدا انفجارية وخطيرة لهذه المواليد. كل الأشخاص اللي يحبون يعملون على هذا الموضوع كنجاح خلي يستخدم هذه الفترة وتكون فترة جدا ممتازة وإيجابية لمولود الحوت بصورة جدا عامة. طبعا للآنسات اللي ما تزوجوا كانت معهم علاقات ربما أشبه للخيال وكانوا يتمنون يقترنون بهذه المواليد، هذه السنة سنة القرانات الحقيقية لهذه المواليد اللي كانت تحظى وتتمنى أنه تتقرب لهذا الشخص، بمعنى النصيب والحب الحقيقي إلتش يا حبيبتي. طبعا لكل الجنسين احنا نتحدث عن الحوت الرجل وعن السيدة. أيضا للرجل مشاريع جدا جميلة، مولود الحوت مشاريع جدا مهمة لهذه السنة يستمر إلى شهر شباط. على فكرة نحن شوية وقفنا هسه الاتصالات لحتى نتحدث عن مواليد اللي راح تصدر هذه السنة، لأنه واقعا معلومة جدا مهمة وخطيرة ومهمة حيل على صعيد الأبراج المائية. اللي مع أي حدث يحاول أنه يخلصه الآن يبدي عليه إلى شهر شباط تنتهي نوازلك يا مواليد المائية. وطبعا أنا إن شاء الله على الحلقات القادمة راح أنوح عن الأبراج النارية، أيضا هي كانت متصدرة طبعا مع مولود المواليد المائية اللي أيضا تستمر إلى شهر السادس الأبراج النارية، ومن بعدها تبدأ الترابية إلى منتصف شهر التاسع. أيضا هنا أكو تفاصيل كلش مهمة أتمنى أنه تكتبونا بالتعليقات لحتى أنه نجاوبكم، وتكون هنالك طبعا مفاجآت جدا جميلة وسارة لكل الأبراج اللي ناطرة من عندنا توقعاتنا وإيش ممكن راح تصادفكم. اللي كانت متأخرة أكيد راح ترجع تصدر من جديد، وإيش هي الأشياء والخطوات اللي ممكن أنه يتبعها وتتبعها هذه المواليد. حتى طبعا على فكرة أنا حتى الألوان ممكن إن شاء الله نعاود أنه نتحدث عنها وإيش هي الألوان اللي تدعم هذه المواليد من بداية السنة إلى نهايتها، وشون تستعين باللون والرقم والحظ وحتى تكون أنت بنوازل إيجابية. ها ما تفوتكم النوازل يا متابعينا، وبعدين ترجعون تصنوبية تقولين والله ما صار شيء وما حققت شيء أنا بها بداية السنة. أنا الآن دا أنبهكم ها من بداية 21 أول ساعة دخلت هي المواليد المائية تستمر إلى شهر الثالث هو شباط. حاولوا أنه كل متعلقاتكم تبدون بها لأنها نوازلكم الحقيقية، ما راح تتكرر هذه النوازل إطلاقا. خليكم مثل ما أنتم بهذه
الجدية والمثابرة وحاولوا أنه تحصلون الأشياء اللي تناسبكم، وأنا نبهتكم عليها، يا ريت أنه نشتغل سوية حتى نحقق كل آمالنا وطموحاتنا اللي كنا ناطريها وننتظرها لمواليد المائية. يلا نروح لاتصال هاتفي آخر. ألو 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 مرحبا ست ميس. صباح العافية مية هلا. شلونك؟ قلبي غلاتي والله. منو معانا؟ بروينة. أهلا وسهلا يا بروينة، كيف صحتك؟ اي بروينة، صاير الفلك كلش وياك يدعمك، هواي تحصلينا. كيفك يا بروين؟ الحمد لله. يلا يا ربي دوم ان شاء الله بخير. اي بروين؟ سميت لي يا علي. اي تمام. اي بروين بنت منو؟ بنت قولي. بنت قولي. طيب اي بروين؟ 2-9. شنو تسالينه؟ 2-9. اها ولد العذراء. ترابية. تمام اوكي ماشي. يا بروين عن ايش راح تسالينا؟ عن مولود العذراء. استثمرت للصحه ويعني بالبيتنا يوم تجي كل شيء ماكو، يوم تجي كل كورونا وصياحات وما اعرف ليش شيء صار، من يجي واحد على بيتنا من يروح بعد يومين هيجي يصير مشاكل بالبيتنا، ما اعرف ايش شلون يصير. اها طيب تمام، تريدين تعرفين ايش سبب المشاكل او التغيرات الاجتماعيه في داخل البيت. من فتره بدت عندكم هذه الاشياء، طبعا هاي تقريبا صار من الشهر اللي مضى والشهر اللي الان اللي نحن به صايره معاكم هذه الامور، تمام؟ تمام، شوفي بفعل بعض الافلاك وبعض الاشياء اللي تكون ربما يكون تربيعات غير ايجابيه او تربيعات سيئه دخلت على مولود العذراء، مما جعلت مشاكسات او ربما تاثر على الحياه الاجتماعيه لهذا المولود، مما يعني انه ربما هذا المولود يعاني من مشاكل اجتماعيه داخل بيته بسبب فعل الابراج وتثليثاتها اللي سببت حاله من المشاكسات او عدم التوافقات اللي استمرت شهر والشهر الاخر اللي نحن الان به، راح تنتهي طبعا هذا التربيع. تمام؟ وتستقبلين تربيع آخر راح يكون أكثر هدوء وأكثر أمان وأكثر استقرار، وكأنه مولود العذراء. طبعاً نحن مواليدنا الأربعة أو الطباع الأربعة صنفناها الآن من بداية السنة، لكن كنت تسمعينا وكنا نتحدث عن النوازل الإيجابية اللي تخص الأبراج. أنتم كمواليد ترابية يا بروين من بعد شهر خلينا نقول السادس، من السادس إلى التاسع تستمر معاكم النوازل اللي راح تخصكم واللي تخدمكم على جانب الصحة وتخدمكم على جانب العلاقات بالدرجة الأولى وعلى جانب الزواج وعلى جانب الأمور الباقية وحتى التجارة وغيرها من المواليد اللي راح تكون معاكم. عامة راح انتهى هذا التثليث تقريبا، باقي له 10 أيام و يعني ما حطوا شيء. شو؟ يعني ما حطوا شيء لأنه هيجي يصير. ما حد شنو؟ ما حد سوى شيء حتى هيجي يصير بالبيتنا؟ لا شوفي انا حكيت لك بروين، انا قاعد احكي عن ايش سبب المشاكل اللي قاعد يواجهها بيتكم، ليش؟ السبب في تثليث من جانب العذراء اللي هو انت. فهو سبب يعني سبب مشاكل بحياه هذا المولود، اي حياتك انت، مشاكل كانت اجتماعيه، ولكن هذه المشاكل تنتهي. يعني صار لها شهر والان الشهر القادم راح تنتهي المشاكل، فما تقلقي ما في شيء بعد مقلق، يعني هي كان فقط مربع كان في حياتك وانتهى هذا المربع. والصحه والصحه بعد الشهر السادس تبدا نوازلكم الابراج الترابيه ترتفع ويرتفع معاكم الحظ والمال والزواج ايضا، يعني تكون معاكم فرص جدا ممتازه من بعد الشهر السادس تستمر الى شهر التاسع، اي الربع الاخير من السنه. تمام؟ يصير زين، يمشي حالكم تمام، ابقي تواصلي معنا لحتى نقول لك ايش ممكن ربما صادفك بعض الاشياء او بعض الدواخل اللي حابه انه تتخلصين من عندها، لحتى انه نحاول انه نساعدك كيف تتخلصين من عندها او تتعديها بطريقه سهله وسلسه. ست ميس يعني عندي بنت اخت صغير يعني ما ينام لا الليل ولا النهار، بس هيك ايش يسوي زين؟ طيب لها؟ اي ايش تاريخ ميلاده هذا؟ والله يمكن شهر 12. شهر 12 ايش قد بيه؟ 13 يجي 13. 13؟ 13 ايش قد؟
13/12 كوثر. اوكي خليك معايا شويه، خليك معايا شويه حسب حسابي. هو القوس المشتري ويساوي يعني هذا ساعة الولادة اللي كان بيها هي كانت قريبة من تثليث أبراج ثلاثة طبعا يترأسهم المريخ وزحل، مما ادعى وشكل حالة مزاجية حادة عند هذا المولود. يعني مواليد القوس هي من الأبراج اللي أيضا شوية صعبة المزاج وصعبة السيطرة وصعبة السيطرة عليها، يكون حاد الطباع هو وصغير، وهو وصبي يكون غامض شوية وينخاف عليه أكثر لما يكون بفترة يعني بفترة العمر 6 سنين أو 4 سنوات أو 5 سنوات. جدا تنتبهون لهذا المولود، قد يكسر أو قد ينكسر، أوكي؟ لأنه مولود القوس من المواليد اللي ترمي على الهدف بطريقة سريعة جدا، يعني النيبال تشوفين شلون إنه السهم سريع إلى الهدف. فهذا المولود ينخاف عليه وهو ابن 6 سنوات أو من 6 سنوات إلى تحت، كلش تنتبهون لهذا المولود. من يكون عمره 12 سنة أو 14 سنة هذا تبدي معاه نوازل جدا إيجابية، تبدي عوامل النجاح معاه ترتفع، ونتمنى أنه نكون عندنا عمر وعايشين حتى نتنبأ لهذا المولود من بعد 13 و14 سنة يعني إيش هي الأمور. أكو شيء تنطيني له يقرأ؟ نعم أكو شيء، ولكن والله أنا مو على جو مباشرة أتحدث عن هذه الأمور، قد تكون هي على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا تحبين تتواصلين معنا وصفحتنا صفحة زاغروس بالعربي الوحيدة اللي ما في غيرها، ممكن أنا أجاوبك هناك. لكن لي طريقة سريعة، ممكن صورة الكهف تكتبيها بورقة وتدعسيها في سريرة أو تحت رأسه اليمين، ويكتب اسمه اسمه. أي طبعا أكيد للخصوصية، راح ينام هذا المولود أو ربما يهدأ شوية، بس ممكن أنا نرفع هذه حالة البكاء الشديدة إذا تواصلين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر، ممكن أنه نساعدك بهذا الموضوع. ما كل شيء مخيف؟ لا ما في مخيف، ما أنا حكيت لك أنه ساعة ولادته هي كيف كانت بتثليث صعب. لا مالي لا لا أنت تخبلين مثل السكر بروينة، أنت تجننين مثل السكر، ما تقلقين، نوازلكم حلوة وإيجابية ومضبطين، وإن شاء الله يا ربي حلوة حلوة الأمور. من بعد الشهر السادس تبدأ معاك الأمور، وحتى ربما من بعد الشهر الخامس، منتصف الخامس أو منتصف الرابع. أيضا في بعض القراءات اللي ممكن أنه إحنا إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر ممكن نفسرها ونحاول أنه نركبها بطريقة نشوف شنو الأشياء اللي راح تخدم الأبراج الترابية، وإيش هي الأمور اللي ممكن نبشركم بها من خلال النوازل القادمة. ما حد يعرف الله سبحانه وتعالى. أنا كنت في بداية 21 عام لتوقعات لي 22، لكن مع الخسوف والكسوف الأخير اللي حدث غيرنا كل الخارطة، وكانت توقعاتنا غير التوقعات اللي كتبناها في البداية أو اللي كنا نتوقعها. يلا نستقبل اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، صباح العافية. ست ميس. نعم ست ميس معاك فقرة الأبراج، صباح العافية، مرحبا تفضلوا. معاك أم آية من أربيل. أم آية صباح العافية، شلون صحتك؟ الله يسلمك. شلونك أخبارك أم آية؟ الحمد لله والشكر مستقيم. في الدول عينك يحفظك الله ويطول عمرك. الله يسلمك، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. أم آية شلون نساعدك؟ يا بعد قلبي في دول عينك أم أيوتة. جميل. جيت ما أريد أسأل عن يعني بني على نصيب يعني بنت اسمها صفا دعش وعني يعني التعيين دعش صفا اسمها؟ نعم. طيب طبعا هي راح تكون مولود العقرب من الوجه الأول، ومريخ حاكم البرج والطبع مائي، تمام؟ نعم. اوكي فقط النصيب؟ لا او التعيين يعني اكو تعيين قريب إلها. ايش قد العمر؟ ايش قد العمر؟ 96 مواليد يعني 26 سنة. 26 سنة اوكي. طيب ساعة الولادة تعرفيها ولا اسم الماما ولا شنو؟ لا والله ما اعرف. اسم والدتها شنو؟ يعني الا اجباري؟ لازم مو تدين تعرفين شيء مصيري الها. فممكن انه اسماء اي صفا بنت اسماء. اوكي
يعني احنا انقطع الاتصال، لكن البيانات صارت كامله معانا، ممكن انه نستطيع نقرا لك القراءه اللي ان شاء الله يا اخت ام ايه. راح نقول لك مواليد العقرب. انا تحدثت من البدايه واول ما حكينا عن النوازل الايجابيه اللي كانت مع مواليد مائيه، السنه هلت علينا واستقبلنا العام او استقبلت الابراج المائية العام بامتياز، واحنا تحدثنا عن ثلاث أبراج صدروا هذه السنة اللي هي كانت العقرب، العقرب وسرطان والحوت. بما ان احنا نعيد مرة ثانية ونقول انه المشتري والشمس كانوا مجتمعين في الحوت، اي في بداية انطلاقة الدائرة الفلكية، مما يعني للأبراج المائية انه راح يكون، وطبعا احنا بنقول المشتري، المشتري هو برج المشاهير او برج الرخاء او برج السعاده او برج الاشياء الايجابيه، والشمس هي الشمس. ما يعني للامانه، وخلي كل متابعينا وجمهورنا يستفادون من اللي اقوله. طبعا في اكو ساعات محدده ممكن تسمع بها هذه الايات اللي تسمعها الشمس وضحاها، هي 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 بيت المال والثراء، اللي يحاول انه يسمعها في ساعات الصباح الاولى او في تذييل المساء راح يكون من الاشخاص مرتاحين جدا نفسيا وماديا. فممكن احنا على القادم نحاول انه نقول لكم مفاتيح الارقام اللي داخل سوره الشمس وضحاها اللي تتضبط مع مفاتيح الاشخاص اللي ممكن يحاولون انه او يعانون من مشاكل ماديه وغيرها، حتى ما نبتعد اكثر من هذه المواضيع، هي تنفع يعني للثراء. فلما يجتمع المشتري والشمس في بيت الحوت بمعناها راح تكون سنه رخاء ومال وسعادة على الأبراج المائية اللي بدأ ببرج الحوت المائي، خصوصا احنا تحدثنا نمبر 1 هو الحوت أو العقرب والسرطان، وهي سنة جدا إيجابية. نرجع ونقول لهم آية برج الحوت، العفو برج العقرب، منذ الساعة الأولى من دخول السنة هي دخلت على العقرب بطريقة جدا ممتازة. يمكن الكل يتفق معايا الآن، لو كنا في تعليقات كان عرفنا شلون دخلت سنة 22 على العقرب من أول ساعة، وأنا متأكدة في نوازل جدا ممتازة وجميلة دخلت على هذه المواليد وكانت محض نجاح وحصاد أشياء جدا ممتازة. يا أم آية، لهذه المولودة إذا تحب أنه تستفاد من النوازل اللي الآن نحن نبشركم بها ونخبركم عنها، هي من بداية السنة إلى شهر شباط، شهر الثالث هي متصدرة وهي الماسكة لهذه الأبراج والداعمة إلها. أي حد، أي شيء مهم تحب أنه تعملونه أنتم الأبراج الثلاثة المائية تستفادوا من هذه النوازل، هي بادية معكم وأنتم الآن بيها. فحبايبي ما تتأخرون وما تتصلون مرة ثانية وتقولون إيش وقت تثليثاتنا، وأنا أقول لكم لا مو مضت لأنه استقبلنا سنة. الآن اللي عنده أي شيء يحب أنه يعمل عليه ويحب أنه يخلصها، هي هاي السنة وبداية السنة هي لكم أنتم المائيين، أي المال أو العمل إذا تحب هذه المولودة أنه تعمل عليها وتبحث، أنا متأكدة راح يصيبها الحال. يعني أنا بس أريد أعرج على فد قضية أو أناقش فد موضوع وأذكركم بشيء. للأسف كل متابعينا لما يتصلون أريد نعرف إيش وقت هو يريد يعرف، هو وقاعد في بيته مثلا، هو قاعد ببيته يدقون الباب يقولوا له هاي شدة، يدقون الباب يقولوا له هاي سيارة، يدقون الباب يقولوا له لا، هي النوازل مو هيك حبايبي. النوازل أنه أنت عندك عمل أو أنت كنت خايف وما معك أي شيء، ما عندك أي أفكار، تمام، ودارت السنة وحملت لك فد طابع كلش حلو أو فد منزلة حلوة. طيب أنت تخلي الفرصة تفوتك دون أنه تستغلها؟ يعني مثل واحد واقف على الشارع وداي منتظر الباص، هذا الباص راح يوديه إلى مسارات ناجحة أو يوديه للهدف اللي يفيده، يترك الباص يروح وهو يمشي وراء الباص حتى يوصل هدفه؟ هي القضية ترى بالضبط هالشكل، أنه أنت افتكر فكرة، أنت أسس مشروع خاص بيك وإن كان بسيط، وانتظر هذه النوازل واطرح الفكرة اللي تريدها، أو على الأقل كانت معك ورقة، كان معك شيء، كنت تعبان من شيء وناطر الفرصة والفترة اللي تخدم هذه الأبراج أو تخدم هذا المولود، متى راح يمشي بها أو تتحرك هذه الورقة، أو ممكن إحنا نسميها ورقة لكن هي مو ورقة، ممكن تكون هدف معين إلى، تمام؟ فحبايبي هي فرصة، الفرصة تمر، نحن ما نخلي الفرص تمر مر الكرام، وبالنتيجة نقعد نقول هاي السنة ما صادفتنا أي شيء. كل سنة تمر تحمل من نوازل إيجابية للترابية والنارية والحرارية وكل الأبراج اللي من أربع طباع، فنحن ننزل الأبراج وأنتم عليكم إن شاء الله تنفذون وتمشون بفترات اللي تنفعكم إن شاء الله يا ربي، يعني الله أعلم بعواقب الأمور. تمام، يلا في اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، صباح العافية. هلا وشلونك عيني؟ يا مرحبا حبيبتي، من وانا شلون صحتك؟ في الدول عينك. انا بدي اعرف يعني برجي. اي بكل سرور، اول مره تتصلينا؟ اي والله اول مره حبيبتي، ان شاء الله ما تكون اخر مره. منو معانا؟
أنا اسمي حنين. حنين؟ اي حنين، عجبتك الفقرة الصباحية؟ كثير بس ادوق بس ما تحفظ. يلا يوم ويوم، اسم الله على قلبك اليوم، نحن سعيدين سمعنا صوتك يا حنونة. يلا. أنا مواليد 96 شهر الثاني يوم ب14. إذا نقول 14/2 أنتِ؟ إي، وجاية الساعة بالأربعة العصر. تمام. 14/2 تكونين 2، تمام؟ إي. الدلو. وأنا حنين بنت خولة. بنت خولة. تمام. حنونة. أريد أعرف البرج، أو أريد أعرف التوافق بين البرج، يعني شريك يعني رجلي إلي سنة يعني مزعلة وياه، يعني صار يعني سنة زعل. طيب إيش هو تاريخ ميلاد زوجك تعرفينه؟ شهر مواليد 94 شهر الثامن ب22. 94 هو؟ إي شهر الثامن ب22. 22 8 8 إي. أوكي. إي واسمه مصطفى بن راجحي. العذراء هو عطارد وترابي، لأنكم ترابيين. اي ده شوفوا شنو يعني اكو توافق اكو رجوع. شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ اسمه مصطفى بن راجحي. مصطفى راجحي ويساوي. اسمعيني يا حنونة، من وين حنين انت؟ اي محافظة؟ انا من ابو غريب. ابو غريب، حي الله. تمام حنونة. ها حبيبتي. قبل شوية إذا كنت متابعتنا حكينا وكنا نحكي ونتحدث عن السنة دخلت على أبراج مائية. أي. اللي متصدرة السنة هي الترابية والنارية. أي. أوكي؟ أي. أي. من بعدها الترابية. أي. المائية والنارية كانت متصدرة، من بعدها الترابية اللي هو أنتم. اللي راح تبدأ إن شاء الله من شهر السادس وتستمر إلى التاسع، تمام؟ عامة هو في خبر، في إشارة، في كلام، في حضور. تقريبا اسبوع بعد. ليش؟ بفعل انه مصطفى حاكم برج العذراء هو عطارد من الابراج او الافلاك اللي انه تدور بطريقه سريعه، فهذا يتخذ قرارات بسرعه ويبطل بسرعه، يعني عنده بالدقيقه اكثر من قرار. يعني يبقى كلام وبعدين المصطفى يسحب يعني يسحب كلامه. اذا اكو قرار ممكن يتخذه بطريقه سريعه، او تسمعين كلام او تسمعين خبر، طفل مولود، شيء صغير، لكن عامة هو شيء صغير مولود يطلع كأنه خبر أو كأنه شيء حلو أو عامة بشارة حلوة لكم. أي. تمام. أي. قريب راح تسمعين الخبر، أنت راح تسمعين خبر، عامة هو خبر، اسمعيني أوكي. أي. هو خبر. أي. لكن نوازلكم تشتد وتكون أفضل ان شاء الله، من منتصف شهر السادس تتحسن علاقتكم جدا ممتازه تكون، يعني انتم حتى اذا رجعتوا في رجعه، في عوده، في عوده. لكن عوده عوده مشروطه يا حبيبتي، هاي العوده بها شرط، هذه العوده بها شرط الك او اله، لكن عامه شغلكم بشرط او اتصالكم بشرط. تمام. زين احبني لو ما احبني، لو عنده وحده ثانيه. افا دخلنا بالمفيد. ليش هيجي يا حنونه؟ حنين بس اسال السؤال، امانه الله بس اسال السؤال. هسه انت شابه سيده، اوكي تمام. اي تعتقدين برجال الدنيا كلها، برجال الدنيا كلها معتهم تعدد علاقات مثلا؟ يعني هذا الكلام، شوفي هو هذا الكلام شويه حساس وخطير وجريء جدا. لا هو يعني قدام عادي، يعني انا اعرف طبعي، هو قدامي خبر بس. يعني كلامي صح، كلامي صح. اي يعني حب لو بس هيك، يعني حاجه سامة بس كلاوات. كلاوات مو حب هذا. الرجال باي باي، الرجل بطبعه، الرجل بطبعه يحب الاهتمام، يحب التغيير، لكن بيته وزوجته شيء، بيته وزوجته واولاده شيء، هذا مقدس عنده، اوكي؟ هذا مقدس ما حد يمس به، بس العلاقات الخارجيه شيء ثاني، هذا وناسته. فلا تقولي لي، لا تقولي لي في شخص لحد الان ما عنده تعدد علاقات، حتى لو كان ما يقصد. شوفي حنونه، في اشخاص ما تقصد. من نوع يحب يحرق قلبي، انا ما استحمل. هو نحن قلنا هذا الموضوع، انت شنو تسوين حبيبتي حتى تحافظين على نوع العلاقه وشكل العلاقه واحترام العلاقه بيناتكم يا حنين؟ انت حسستين وانت تعرفين هو
يعرف سيدات عليك او عنده علاقات اجتماعيه خاصه به او عنده علاقات متعدده ممكن، وانت تحسسين انه انت تعرفين بهذا الموضوع، هو ده اولا خطا بحقك، تمام؟ سوري عذرا، يعني هي اهانه بحق السيده انه تعرف زوجها عنده علاقات. هو قدامي خابر يتصل بي يعني واسمع صوته يعني يحكي يعني، بس انا يعني ما ادري بضحك كبته لان ما بين الغيره مالتي قدامه. والله يعني كان ما دارت لبالي. والله يا حنين تدين الصدق؟ يعني كان الله بعونك. هسه احنا نقول لي تسوي نفسك ما تدرين، طلعتي انت هو ده يقول لك سمعي انه عادي الموضوع. يعني والله ما اعرف شنو اقول، يعني حتى الرجال ترى هم على كيفكم يا ولدنا يا اخوتنا يا شركائنا بالحياه. يعني ترى هي السيده لما كانت سيده انت لا تكسر جناحها بطفلين اوكي وتجي تكمل عليها بخناجرك المسمومه وتروح تسوي تعدد علاقات ترى يعني ترى الله سبحانه وتعالى موجود وحوبة وكسر الخواطر. اسمعوا خل أقول لكم هاي القضية، كسر الخواطر حرام، مثل ما تكسر خاطر إنسان الله يكسر خاطرك، يعني كما تدين تدان. فإذا هي بنت أصل وفصل وصبرت وعائلتها علموها أنه تتحمل الرجال بكل تفاصيله وما تخسر عائلتها وأولادها، فهذا ترى كرم، أقسم بالله هذا كرم. وليكون أنا أعتبره أيضا جبن، هذا هو الخيانة والبخل، أنا أعتبرهم دول جبن. الكرم شجاعة والأخلاق شجاعة، زين؟ فمثل ما تعاملك بالحسنى عاملها بالحسنى. يا أخي نحن نعرف أنت عندك علاقات متعددة وقصد تكون ما تقصد. يعني هالكلام أنا خليك أكون موجه يمكن لكل الرجال، أنا أعرف أنت ما تقصد، يجوز ما تقصد تغثها، أوكي؟ بي تركيبة غريبة بالرجل، مثل ما تركيبة غريبة بالنساء الوفاء المطلق للبيت والزوج. أنا أحكي عن العوائل الحقيقية، أوكي؟ خلي يكون الوفاء المطلق ايضا لهذه السيده اللي حبتك وانجبت وخلطت دمها بدمك وجابت لك عائله حلوه تجنن، تمام؟ فكسر الخواطر مو حلو، الجرح مو حلو، صدقني راح يجرحوك مثل ما جرحت ويكسرون خاطرك مثل ما كسرت خاطرهم، تمام؟ ف قهرتني حنونه والله. يلا خير ان شاء الله حبايبي، فقره الصباحيه اكيد انتهت، لكن لقائي بكم يتجدد كل يوم صباح. العوده مره ثانيه لزملائنا حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحيه، واني فقرتي الصباحيه انتهت وياكم، بس حنين خلتني ما اعرف احكي لان فعلا قهرت من داخلي، قلبي ما عاد حنين ومع كل النساء اللي يعاملن بهذه الطريقه.